أستاذ منصور دهامشي، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. من أخبار الساعة إمكانية تقديم اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة يوم الأربعاء المقبل، من سيتقدم باقتراح حجب الثقة؟ طبعا كما نعلم أنه الليكود يسعى إلى يعني تقديم اقتراح من هذا النوع، والمعارضة يعني بتأييد من بنيامين نتنياهو ستقوم بتقديم هذا الاقتراح. من سيتقدم باقتراح؟ قلت لي الليكود. كيف تقيم صحيح. إعلان القائمة الموحدة أنها قد تمتنع عن التصويت في حالة تقديم هذا الاقتراح؟ وما إمكانية نجاح اقتراح حجب الثقة في حالة امتناع الموحدة عن التصويت؟ يعني هذا الاقتراح هو في القراءة التمهيدية، بحيث أنه يعني لن يؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية، لأن الاقتراح بحاجة لمرحلتين فيما بعد، وهي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ومن ثم المرحلة الثالثة. لذلك نعم، يعني تقديم الاقتراح بالمرحلة التمهيدية هو فقط لجس النبض وليس أكثر. واضح جدا يعني أن الإعلان الموحدة هو من أجل امتصاص غضب الناس، يعني أنا حسب رأيي ليس أكثر. وهي أعلنت بشكل قاطع أنها لن تكون سبب في يعني حل هذه الحكومة أو إنهاء دور هذه الحكومة. هذا ما أنا أعلنته الموحدة بشكل قاطع، وهي ماضية في هذا الموضوع للأسف. يعني احتمالات سقوط الحكومة بحجب الثقة هذا غير واضحة. لا طبيعي، يعني نحن يجب ان لا نستعجل بالموضوع، يعني نحن لسنا بالسذاجه من ان نظن بانه يعني من خلال تقديم اقتراح بالقراءه التمهيديه سيتم حل الحكومه. من اجل حل الحكومه ونزع الثقه عنها نحن بحاجه الى 61 عضو كنيسه، وهذا غير موجود. يعني المعارضه لا تملك 61 عضو كنيسه من اجل حل الحكومه او حل أستاذ الكنيسه. منصور، السؤال: هل القائمة المشتركة موقف موحد وثابت في هذا الموضوع، ولن تكون هناك آراء مختلفة داخل القائمة؟ بدون أدنى شك يعني نحن موقفنا في القائمة الموحدة واضح وقاطع، يعني كل اقتراح يتم تقديمه من أجل حل الحكومة أو الكنيسة نحن نؤيده بدون أي تردد، وقلنا ونقول بشكل قاطع أن هذه الحكومة أسوأ من سابقاتها ويجب بكل أن النواب في المشتركة سيصوتون مع حجب الثقة. طبعا بدون أدنى شك. طيب أستاذ منصور، نشهد اعتداءات من قبل مستوطنين على سيارات وممتلكات عربية في جسر الزرقاء وفي القدس الشرقية، هل من رادع لاعتداءات المستوطنين وما يسمى تدفيع الثمن؟ يعني هذا هو بالضبط نتاج مثل هذه الحكومة، حكومة مستوطنين، حكومة عنصرية، حكومة فاشية، تقوم يعني بتأييد كل العمل الهمجي والاعتداءات العنصرية الفاشية، ليس فقط في البلدات العربية وإنما أيضا في القدس. ونحن شهدنا كم كان الكم الهائل من الاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى القدس الشريف وعلى كنيسة القيامة وكل الأماكن في القدس الشرقية. وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن هذه السياسة، سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة، مستمرة لا محالة، وهي بدون أي تردد أسوأ مما كانت سابقاتها. ولذلك يعني نحن قلنا وبشكل قاطع كان حري بالشركاء في هذه الحكومة أن يفحصوا أنفسهم وأن يعيدوا النظر في حساباتهم من خلال دعمهم اللامحدود لهذه الحكومة. وأنا أقصد ليس فقط الموحدة وإنما أيضا حزب العمل وميرتس وكل الأحزاب التي تعتبر نفسها أكثر يعني يسارية من الليكود ومن العنصريين الآخرين مثل سموتريتش وبين كفير وغيره. إلا أننا للأسف نشاهد أن الحكومة مستمرة في عنصريتها وفاشيتها واعتدائها على المواطنين العرب وعلى كل العزل في هذه البلاد والمناطق المحتلة. نشهد الاحتلال يعني يكون أشرس مما كان عليه في سابقة، ولذلك احنا قلنا بأن هذه الحكومة يجب أن ينتهي عمرها وأن تزول، و يعني يتم إسقاطها بشكل قاطع من أجل أن تنتهي هذه السياسة العنصرية الفاشية. وستتصوتون مع الليكود ضد الحكومة؟ نحن سنصوت من أجل إسقاط الحكومة، لن نصوت مع الليكود. وتصويتنا يعني بلاش احنا كمان نضرب الحابل بالنابل، بمعنى انه اذا يعني الليكود اجى باقتراح جيد ان نقول انه احنا نصوت مع الليكود، لا، نحن نصوت مع مبادئنا ومع ضمائرنا ومع ما نراه مناسبا وما يخدم مجتمعنا. ولذلك قلنا بشكل قاطع انه دائما كنا نصوت الى جانب
اقتراحات حل الحكومه او حل الكنيست، وهذا الموقف يعني ليس بجديد، كل الوقت هذا موقفنا ثابت مستمر وسيبقى كذلك. واضح، شكرا جزيلا لك أستاذ منصور دهامشي على هذا الحديث. شكرا لكم.